عليها ضربتها ضربتها واحنا طالعين احنا والله احنا طالعين على اللي بيصير جوا الشقفة يعني او في غزة بالاحرى وشمال غزة مجاعة مجاعة فوق ما تتخيل، لا في اكل ولا في شرب، يعني انا عندي ثلاثة اطفال هدول ولد اخويا محتاجين بدهم رعاية بدهم اكل بدهم شرب، هيك شايف كيف؟ الواحد وزنه بجيش 2 كيلو، ابو 8 شهور بجيش 2 كيلو. والله ان احنا اربعة ايام محاصرين عند سكان منطقة الشفا، يعني لا مية لا كهرباء لا اكل، وكل ما بنتحرك الا تجينا قذائف، يعني جاتنا قذيفتين على باب الدار فانا اضطريت اطلع بس عشان الاولاد الصغار. والله انا شفت الموت انا واولادي، طياره والدبابات وقفونا وصاروا يطخوا علينا وقالونا وقفوا وضلينا واقفين في الشمس يمكن ربع نص ساعه، واخذوا الرجال من يعني المره اللي كانت معي اخذوا جوزها وقفونا وبعدين قالونا امشوا. والله الوضع في غزه اجتاحوا الشفا كمان مره، فبرضه غير الشفا لقينا القصف على كل المناطق، على احنا من منطقه تقريبا حي التفاح النفق، فجأة لقينا الصواريخ والقصف والدمار في كل مكان. احنا برضو مش علشان القصف، برضو احنا اللي خلانا نيجي على الجنوب اطفالي هدول، بطلت اعرف الاقي اي اشي اطعمهم اياه ولا اي حاجة من معالم الحياة هناك في غزة، لا في مساعدات لا في المساعدات هذه كلها، الطائرات اللي بتنزل والهذا كلها كاذبة، انا اعتقد انها كلها كاذبة لانه ما حد بيقدر يوصلها، ولا الطحين ولا اللي هن ما حد بيقدرهم يوصلهم، اللي بده يوصلهم بده يا يستشهد يا بده يصاب.